السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسن من قناتي أنا وتشير مع مصطفى. أول واحد بكل بيشوفني من جوه مصر بره مصر مشرفيني جميعا، وأحب أقول لقيت بيشوف كاتب أول مرة دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل كل جديد من عندي، وأنت يا جماعة تعملوا لايكات على الفيديو ده أو أي فيديو قديم عشان يوصل الناس مش مشتركة عندي ومنها تشترك وما تستفاد من الفيديو. أو يا جماعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا جماعة كلنا نصلي على النبي ونقول عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ربنا يا رب إيه يرضى. دلوقتي يا جماعة احنا كنا يعني رحنا عند حد صديق والدي جدا بيعزه جدا، فقلنا نروح نجيب حاجة للعيد، فروحنا وقلنا بقى ايه بالمرة انتهز الفرصة، يعني في عشاء ما بيننا وما بين الراجل، ايه لو سألت ابنه مفيش مشاكل. فدلوقتي يا جماعة الراجل ده بيجيب يعني ايه لا اله الا الله العجول في سن اصغر من كده ويربيها لحد ما تكبر، يعني ده المكان اللي فيه الصغير، انا هروح للمكان التاني اللي فيه الاهالي واوريكم. ثانية هسأل ابنه برضو، هنادي أصل ابنه أسأله ونشوف هما بياكلوا ايه وبيندبحوا في سن قد ايه وايه السن اللي حلال فيه الأضحية وبيباتوا فين وازاي يعني نعرف ان الحاجة دي نضيفة ولا لأ، كل ده هنعرفه دلوقتي. اهو دلوقتي احنا هنسأل محمود هما بياكلوا ايه يا حود؟ هما بياكلوا دريس وتبن وعلف وسلاج و ايه السلاج ده؟ ممكن تورينا يعني السلاج كل حاجة؟ دون لا هو مش موجود هنا. اه سلاج دون هو عيدان ذرة مطحونة. عيدان ذرة مطحون. وايه تاني؟ وتبن زي كده بنجيب القش وندرسه في ندرسه وباكله علف ده شيشة وردة وملح وكده. طب والملح فايدته ايه بقى والاكل ده كله فايدته بيعمل ايه يعني عنده؟ هو بيعمل في البهيم بيخلي البهيم يكبر بيقوي النمو بتاع الحيوان. المجهول. هو يعني بيخليه يلحم. طب مثلا دول ممكن يذبحوا بعد قد ايه؟ سنتين. طب اشمعنى سنتين؟ ما هو عشان يعني بيبقى ولا كبير ولا ولا صغير. صغير. يعني السن الرشد الحلال ان احنا يعني سنتين. الحياة لازم تبقى سنتين. طب ودول لا عمرهم قد ايه كده في نظر؟ دول عمرهم هم دول قدام. ماشي، فهم يعني دي الصغيرة دي عمرها اللي هي دي يا جماعة اللي بتاكل 7 أشهر 8 شهور كده، طب واللي ورا إنما هناك دي الكبيرة دي سنة ونص. طب ويعني دول مثلا يطلعوا دلوقتي، طب مثلا قول لنا كده الأسعار في نظرك. الأسعار دي الكبيرة دي أنا تعملها 10,000 11,000 عمو قال كده برضه. طب الصغيرة دي أنا هتعملها 4,000 5,000. طب وانت مثلا بتسيبهم من بره هنا كده؟ بصوا يا جماعه عشان تركزوا دلوقتي، بصوا دي نصها ما يعني مقفله ضله والحته دي اكترها بصوا يعني اللي هو مفتوحه كده ونصها ضله، اشمعنى بقى؟ اشمعنى نصها ضله ودي لا؟ ما هو الضله دول عشان ياكلوا. عشان مش ينفع ياكلوا في الحر. احنا بيجوا هنا الصبح عشان ياخدوا الشمسه، الشمسه فيها كالسيوم فيتامين ا. فيها فيتامين للايه؟ للحيوان. طب وانت بتبيتهم فين؟ بتبيتهم هنا؟ لا هم في بيت هنا وفي بيت هنا. طب ممكن نخش جوه ولا؟ خش يا عم عادي. طيب اهو يا جماعه. طب وهو كل مثلا الحته يعني مثلا الحته دي بتاخد لها قد ايه؟ الحته دي ممكن تاخد كل يعني الحته دي بتاخد يعني كل دول. وعادي لو باتوا بره عادي. طب متهيألي كل دول لون ودي لون، دي لا. ايه ودي ايه؟ ما هو دولي جمسي. دول جمسي ودول بقري. يعني دي الوحيدة اللي بقري وده كله جمس. طيب انتوا بتنضفوا لهم ولا عادي كده؟ الرملة اهي. تمام. رمل. لا اله الا الله محمد رسول الله. هسألك برضه على حاجة تاني، انت ازاي بقى بتعرف ان الحتة دي نظيفة ما فيهاش مثلا ايه ولا هي مقرمضة ولا هي ايه فيها حاجات مش تمام؟ يعني ازاي الواحد يعرف يشتري حتة صح؟ ماشي، ما هو برضه انت بتعرفها ازاي؟ يعني مثلا في حتة تلاقيها ايه شكلها عيان وحتة تلاقيها حلوة، فانت ازاي بقى نعرف الحاجة الحلوة عشان الناس يعرفوا يشتروا؟ هي بص اللي هي برضه لو رقبتها لتحت كده ولا بتمشي كده ولا كده ده ممكن تكون عيانة. انما مش بتجري كده وبتجري كده يعني فيها صحة عن اخواتها. فيها صحة طب بتكون سليمة. تمام. طب ودول بقى بيمشوا كده عادي ولا في مشاكل؟ لا مش في مشاكل خالص. طيب ماشي. يا جماعة عمو صاحب والدي بيحط بيعلف الحاجة زي ما انتوا شايفين، اللي هو ده برسم ناشف يا عمو؟ اللي هو بيتقال عليه دريس. دريس تمام. يا جماعة خلصوا كده. تبن بتاع قمح. تبن قمح. حالة دريس. وبنحط لهم ايه؟
مع بعض كده ياكلوا ايه كله مع بعض. طب هي الحته ممكن تاكل قد ايه مثلا، من كام كيلو من اول مثلا في السن ده لحد ما توصل لسن الذبح؟ يعني في... هي تقعد تبدا من 250 كيلو لغايه لما تخش على تحديد 400. اه بتاكل في اليوم حوالي 4 كيلو. اه بتاكل في يوم 4 كيلو. تضرب الستة في 4 يعني حوالي تعمل زي كده طن مثلا. اه يعني اه. طب وهي الحته بتندبح في عمر قد ايه؟ طب دول عمرهم قد ايه يا عم؟ دول لسه يعني الحته ما تندبحش الا لما تكمل سنه. اه سنه او سنتين على الاقل. اه طيب ماشي. اه يا جماعه ده المكان اللي فيه الحاجات الصغيره اللي بتتعلف عشان تكبر وتتذبح. دلوقتي هنروح للمكان اللي فيه حاجات. خش يبقى حلابه دي. اه ممكن جنسي ممكن تخليها في 10، مش شرط العلافه بس. اه تعشر وتولد وتحلب. اه انك تخليها للبن والجبنه والقشطه وكده. اه تشتغل كده وتشتغل كده. طب هي ممكن الحته تعشر في السن قد ايه؟ برضو على السنه. على السنه. طيب. اه يا جماعه ده المكان اللي فيه الحاجات الصغيره اللي هتتعلف. بتاع الميه. اه ثانيه يا جماعه. من اللي اصطاد ميه اهوت للشرب. اه. اهو بيشربوا منه. اه كلهم كده مع بعض. وتحط دماغها هنا، تغسل دماغها هنا عادي. اه. كده يعني. اه يا جماعه زي ما انتم شايفين. وممكن احنا مثلا الجو حر ولا اي حاجه بنملى بالجندل كده على الجمسي بالذات. اشمعنى؟ ونرش عليهم ميه يضطر الجو عليهم. اشمعنى يعني؟ اشمعنى الجمسي؟ الجمسي بيحب الميه غير الشعاب. اه الجمسي بيحب الايه؟ الميه. نرش عليهم كده ايه عمليه تلطيف عشان الجو حر. طب هو ممكن الواحد يربي مثلا حته كده فوق السطح؟ لا فوق السطح ما تنفعش. اه لان انت مش هتعرف تخدم عليها. اه تمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. اه الحته الميه جت عليا. معلش يا جماعه العم هو بيرش الميه جت عليا وجت على التليفون فصلت. اه يا جماعه دول الحاجات اللي هي الصغيره اللي ممكن تطلع لحم او ممكن تطلع امهات للبن. دلوقتي احنا هنروح المكان التاني اللي فيه الاهالي الكبار وممكن حلابه. اسمها حلابه. اه تطلع يا لحم يا حلابه. دلوقتي احنا هنروح المكان التاني اللي فيه الاهالي او الحاجات الكبيره اللي هي ايه يعتبر بيولدوا بينتجوا، ويعني اللي هو الامهات او الذكور الابات الكبيره، انما دول حاجات لسه صغيره. تمام اهو يا جماعه هقفل واروح المكان واجي لكم اهو يا جماعه. آه عمو صاحب والدي اللي هو حاطط دول عشرة قبل كده، صح يا كريم؟ دول عشرة قبل كده فحطتهم المكان لوحدهم، وفي اللي لسه ما عشروش اللي هم عمر السنه 10 اشهر لسه صغيرين. فهنساله بقى على الاوزان وكل حاجه انتوا عايزين تعرفوها بعد ذلك. كام ثانيه لو عديت حاجه هترفض؟ لا لا هو حاجه ترفض؟ لا انا بخاف اصلا. طب هو مثلا انت ازاي بقى بتعرف الحته دي معديه سنتين وكبيره وحاجه يعني خالص؟ يعني دي عمري سنه، دي نتايه مش ولدت قبل كده. دي عمري سنه مش ولدت قبل كده. نتايه. اه انا خايف يا كريم. لا ما خايف. يعني دي مش ذكر؟ لا نتايه. نتايه. طب دي مثلا لا اله الا الله دي مش ولدت قبل كده؟ لا. طب انت ازاي عرفتوا انها مثلا عمر السنه؟ ما ممكن يديها لكم يقول لها كنا مربيها عندكم مطلعها عارف ايه؟ عارفه من يوم ولدت. اه يعني دي مولوده أصلاً. عندكم اصلا. ما شاء الله. طب ودي؟ لا ده عمره 11 شهر. ده 11 شهر؟ اه انتوا يعني حاطين هي الذكوره مع النتي. طب الذكر بيقدر مثلا ان هو يخصب في عمر قد ايه؟ ازاي؟ يعني الذكر مثلا يعرف يعشر النتايه ويجيب انتاج حلو. ايه؟ بكسر جوز. اه بيبقى يعني. طب لما كسر جوز ده عمره قد ايه كسر الجوز؟ يعني مش كله. يعني ممكن مثلا في اللي يكسر جوز عمره سنه وفي اللي يكسر جوز عمره سنتين. طيب ودول طب ده وده ايه وزنها قد ايه؟ وزنها 330. طب ودي؟ دي 520. ما شاء الله. طب ممكن طب انت تعرف الاسعار ولا؟ لا الاسعار ما. طب ماشي هبقى سلام. طب ودي؟ ديت كسر جوز ولدت مرة وخلاص. دي يعني كسر جوز ووالدة مرة. طب وهو لا اله الا الله انت اللي ولدها اللي هناك؟ لا ولدها مش هنا. انتوا بعتوا الولد؟ اه الولد انبعت. طيب لا اله الا الله دي يعني بتاخدوا منها لبن ولا بتاخدوا من الجاموس بس؟ لا من الجاموس بس. طب يعني دول بس اللي هنا. طب ماشي دلوقتي يا جماعه انا هوريكم برضه هطلع واوريكم لسه ما عشرش خالص اللي عمره سنه كام شهر كده. طب لا اله الا انتوا النظام هنا ازاي؟ هما دول بياكلوا ايه يا عم احمد؟ علف. دول يعني علف كده على طول. علف ايه؟ وعلف.
يعني يخش سلاج، لو في سلاج يحط سلاج. اه يعني دول درسوا علب بس. اه طب بعد اذنك يا عم الصبح عايزين نعرف الاسعار. الاسعار اللي هو تقول لي كل حاجه وسعرها. اه الجمسي اه دي ب 40، والبجري آه حسب ما انت طالع من 50 لغايه 55. اه يعني انت بتحسبها بالكيلو مش بالحته. لا بالكيلو. طيب ماشي ماشي. دلوقتي يا جماعه انا هحط لكم رقم عم الصبح في اول تعليق، عشان ايه برضو اللي حد حب يسال او يعرف حاجه او يشتري حاجه من ابو حماد الشرقيه يتصل بيه، وهطلع لكم برضو اوريكم الحاجات اللي هي لسه اصلا مش يعني لسه مش ولدت اصلا. اهو يا جماعه دي برضو دي حاجات لسه اللي هي ايه مش اشتغلت خالص. اهو دي ايه؟ دي اللي والده بطل. اه لا ده شكل اللي جوه هو اللي ما اشتغلش وده اللي ولد قبل كده. طب وانت بتدل يعني بيحلبوا ساعه الولاده بس؟ اه ده انا هتولد طول ما هي بترضع طب لحد ما تعشر. طب الحته انت بتبيع، طب الرضع بتبيع دي الحلوب دي بالكيلو برضو ولا بالحته؟ لا بالحته كده. طب مثلا الحته دي عامله لها كام الجاموس؟ يعني الجاموس عامله 14000 لبن. لبن. طب والبقري دي عامله 7000 جنيه اللي هي دي. اه طيب عامله 7000 جنيه. ودي عامله 9000 جنيه. اه طب واللي هناك دول، واللي دول لحمي 11000 و10000. طب ثانيه واحده، دي ب 10، دي ب 11، وده ب 10، ودي كمان دي ب 6 متهيألي. اهو دي ب 7، اهو ب 7 حاجه لسه صغيره كده الواحد لو حب يربيها. دول متهيألي اخو اللي جو الي مش اخوهم نفس السن. اه يا جماعه وبياكلوا برضه اهو علف ودريس كله زي بعض اهو. ويا ريت يا جماعه اهو بصوا يا جماعه هوريكم برضه الفحل الكبير اللي هو ابو ده كله اهو يا جماعه. اه يا ريت اكون افدتكم، بس انا بخاف منهم قوي يعني انا اسمع ان رفصتهم ايه. والله انت شبه واحد عنده قناه اعرفه انت اكيد عارفينه. اه يا جماعه ريت اكون افدتكم، وبرضه هسيب لكم الرقم اللي حب يستفسر. مثلا واحد عايز يربي مثلا من اسيوط مش من هنا، حب مثلا يسال ويستفسر يكلم الراجل. برضه عم الصبح ده راجل طيب على فكره وخلقه يعني بصراحه واسع قوي لكل الناس وراجل محترم. حابب تسال اتصل بيه، حابب تشتري حاجه اتصل بيه. مثلا عندك حاجه بصوا بصوا يا جماعه اهوت يا جماعه، اللي حابب يسال اللي حابب يشتري، ما اللي عايز حاجه صغيره اللي عايز حاجه كبيره برضو يتصل. اهو يا جماعه انا خايف اقرب لها بصراحه. دي 500 كيلو، هي دي اشتغلت قبل كده؟ اهي 500 كيلو. طب دي بتاكل ايه دي؟ هما مش كلهم 500 كلهم 500 كيلو. يعني دي بكام يا عم قلب كام؟ 500 دي ب 20000. 500 كيلو يعني كده انت حاسبين الكيلو بكام؟ الكيلو ب 40 كده. بصراحة انا خايف قوي بصراحه. اه يا جماعه ادينا وريتكم كل حاجه، بس هسال برضه عمو على الغنم. وانت بتعرف كام في الغنم برضه ولا؟ طيب ماشي ثانيه. اه يا جماعه بصوا انا اللي بتعمل دي انا ضربه، انا خايف قوي. بصوا يعني الحته دي قد ايه، شوفوا بقى هي واخده كام حته ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على النبي. ده بنت ده خروف متهيألي. ده ذكر. وده ذكر. وده ذكر. ودي انتهى، بس دي انتهى صغيره. ودي دي مش دي ضحي، ده ضحي، ده ضحي وده ضحي. ضحي يعني يندبح على الاضحيه. والاحمر ده الماعز. الماعز ده اللي تحت. يعني مثلا انا فاهم فيه، يعني دي حاجات صغيره وده اللي هو الضحي. يعني مثلا واحد لا لا يعني مثلا حد عايز يشتري مثلا اللي هو الضحي ياخد الحاجات الكبيره دي. مثلا ده عمره قد ايه؟ دوت عمره يعني قول 6 شهور. 6 شهور. طيب ومثلا والحاجات الصغيره دي؟ الصغيره دي 3 اشهر. 3 اشهر. طب والمعزه البيضاء اللي عملت نطط دي اللي هي قاعده دي اللي نايمه دي؟ بعد ده عمرها، ده عمرها بتاع شهر ونص. شهر ونص. طب مثلا الاسعار بتاعت الصغيره دي ايه؟ الصغيرين دي ورا امهات، ورا امهات يعني لسه صغيرين ان هم ينباع. طب مثلا النتايه مثلا معاها 2 دي يجي لها كام؟ النتايه وراها 2 مع ب 1200 جنيه. ب 1200. طب والخروف الضاحي دي ب 3600. 3600. طب والنعجه الصغيره اللي ورا ابو 3600، ايوه ده دي ايوه هي دي 1800. طيب يعني المكان ده كم متر او كم قد ايه؟ يعني 3 متر في 7. لا والله 3 متر طول. 3 متر لا العرض. 3 متر على العرض. يا جماعه واخد كام حته دول؟ انا مش عديتهم صح. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 واحده. 12 حته.
12 واحدة مش جوت. اللهم صل على النبي، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وهم 12 حتة خدوا المكان ده وشكله مكفي، يعني الناس اللي بتقول احنا مش هنعرف نربي اهو، وهي بس حطتهم فوق ضلة واحيانا بيطلعهم هنا اللي هو يتشمسوا. تمام، وهو المكان حلو، هو يجعل للناس اللي بتقول مش بتعرف مش عندها مكان تربي اهو. 12 حتة محطوطين في 5 في 3. تمام، اهي يا جماعة يا ريت اكون افدتكم النهاردة، قلت لكم حاجة كده تستفادوا منها. وبرضو هعيد تالت مرة اقول لكم، انا هسيب الرقم عم الصبح اللي حابب يسأله، اللي حابب يشتري منه، اللي حابب اي حاجة، مثلا حد داخل شركة مع حد وعايز يدخل معاه يعني يشتروا حاجة حلوة كده يكلمه. ان شاء الله ربنا يا رب يجعل في بيوتكم الخير، مثلا عقيقة وطحية التهادو، حاجه تخزنوها في البيت. اللحمه الايام دي بقت تشترى من الجزارين، زي ما احنا عارفين اللحم حمير وكده، لا اهي الحاجه اهي على عينك تيجي تنقي وتشتري، وحاجه نظيفه اللي هو لحمه نظيفه. وبرده لو انت مش بتعرف تذبح، عم الصبح يذبحها لك وينضفها لك قدام عينك. تمام، ولا اله الا الله. انا اسف ان انا طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.